مشاهدينا بدي احييكم مع الحلقة عبر الام تي في، وقدي مؤسف انه الخدمات اللي هي خدمات اساسيه للمواطن اللبناني كلها متعلقه بالمحروقات، تحديدا بماده المازوت. يعني من اسبوع انقطعت المي عن المتن الساحلي وصولا الى الاشرفيه بيروت بسبب عدم وجود المازوت بالمحطات يلي بتغذي المناطق بالمي. ومبارح تفاجأنا كمان، يمكن ما تفاجأنا كمان، انه مراكز اوجيرو تباعا عم بتقفل بسبب انقطاع مادة المازوت. فاليوم اعلنت اوجيرو عبر حسابها على تويتر توقف الخدمة ضمن نطاق سنترال بيت مري ومحطتي بنتاعل وبركة عجولة مؤقتا لحين تزويدهم بمادة المازوت. كان امبارح توقف سنترال رياض الصلح. يعني هالسنترالات هي صلة، يعني اليوم بهالزمن هيدا يعني ما بقى في الا هالهاتف يلي هو صلة وصل اقله، يعني تتأمن المازوت، خصوصا مثل ما عرفنا امبارح انه لدى اوجيرو مال يعني بمصرف لبنان ممكن استخدامه لتأمين المازوت لكل محطاتها، هيك حتى ما يوقفوا السنترالات من جهة ولا الانترنت، ويضم لبنان موصول عالميا وداخليا. معلومة. بمعلومتنا لليوم، تعديل تعريفات الأعمال الطبية بتعاونية موظفي الدولة. فبناء على قرار المدير العام للتعاونية الدكتور يحيى خميس، ونظرا لظروف الصحية اللي عم تمر فيها البلاد، ظروف الصعبة عفوا، وانعكاساتها الكارثية على العاملين بالقطاع العام، صدر تعميم حمل رقم 955 تاريخ 31/5/2023 من بعد ما إجراء الدراسات المالية اللازمة، وتخفيفا عن كافة عن المستفيدين من تقديمات التعاونية، عممت المديرية العامة للتعاونية موظفي الدولة على جميع وحدات التعاونية والمستشفيات المتعاقدة معها وإدارات الدولة كافة ما يلي: أولا، وقف العمل بالتعاميم السابقة ذات صلة التي تخالف مضموم هذا التعميم، عفوا هالتحميم رقمه 5 مش 955، أوكي رقم 5. ثانيا، زيادة تعرفة الأعمال الطبية الاستشفائية 50 ضعف عما كانت عليه في العام 2021، تحديد التعريفات الجديدة واعتمادها وفق جداول ترسل إلى المستشفيات كملاحق للعقود الموقعة مع كل منها. ثالثا، زيادة تعرفة الأعمال الطبية المعتمدة للفحوصات المخبرية، الصور الإشعاعية والصوتية والمغناطيسية، أتعاب الأطباء، تعريفات عالجات الأسنان، وتغطية قيمة الأدوية وفق جداول جديدة بتصدر عن التعاونية لكل منها. رابعا، يعمل بهذا التعميم ابتداء من الأول من حزيران، ابتداء من اليوم، ويعمم على جميع وحدات الإدارات التعاونية والمستشفيات المتعاقدة معها والإدارات العامة اللي بيستفيد منها العاملون من تقديمات التعاونية. خامسا، تأمل المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة من المستشفيات كافة الالتزام بتطبيق هذه التعريفات وعدم تقاضي أي فروقات من المرضى زيادة عن النسب المحددة في هذا النظام الاستشفائي للتعاونية، وذلك تحت طائلة فسخ العقود المبرمة معها استنادا للمادة 16 من هذه العقود. متابعة. أول اتصال لليوم من بلدة العطشان المتنية، واللي وصل لي صور يعني للأسف قديها المواطن اللبناني يعني بين السلامة والصحة العامة والصرف الصحي وانقطاع المي قديه بده يعاني. مدام بونجور، يعطيك العافية. بونجور مدام ريبيكا. يعني مؤسف إنه نشوف هالصرف الصحي، هالمياه القاسمة هيك بين البيوت وحد البيوت. نحن رح نشوف هلأ بالفيديو وأنت بتخبرينا شو صاير عندك بالعطشانة. مدام ريبيكا، أول شيء متشكرك، متشكر برنامجك إنك عم بتوصلينا هاي بالصرخة من بعد معاناة يعني أكثر من 8 سنين. نعم. نحن منطقة العطشان العقارية
نحن عقارنا 437 ومعنا عقارات أخرى بالاتفاق معه. نحن موجودين قدام محطة تكرير بنص الحي موجود عنا، محطة محطوطة بطريقة غير مدروسة غير مشروعة، ما في اختصاصيين ليشوفوا هذه المشكلة اللي عنا. يعني بكفيك الروايح، الحشرات، الأربع خزانات انحطوا بال 2015-2016 من قبل وزير رئيس البلدية اللي عنا بالعتشالي، أساس إنه هيدي محطة تكرير ومتطورة وفيها فلترات وفيها ترومبا وفيها كل هول الأمور. هذا الحكي كله طلع بموجب الفيديو يعني اللي عم تحضريهم مش مزبوط وغير صحيح نهائي. قدمنا عريضة بال 2018 عند القائم مقام، يعني بقدر أعطيكي رقمها كمان، رقم 303 بال 2018. من وقتها لهلا ما حدا حتى انهز إذا شافه، يعني ما حدا حرك حاله يشوف هالمشكلة اللي عنا. غير كل هيدول يعني بنتواصل مع رئيس البلدية ما بيرد علينا، بيبعث لنا ممثلين عنه، وأكيد يعني منهم عمو شرب السلام اللي هو ما خصه وما ذنبه اللي عم تطلع الصرخة فيه، صرخة وجعنا إنه روايح، حشرات، مجارير على الأرض، ثلاث خزانات، ثلاث براميل مفقوعين، بقي واحد، يعني إذا هيدا فقع بصيروا كلهم على الطريق، وابنا شبابيكنا بتضل مسكره. طب نحن اذا صار معنا مرض كونسير مين بيعالجنا؟ مين بيلاحق هيدا الموضوع؟ حتى هيدي المحطه التكرير المحطوطه ما في عقد لاستثمار هيدي المحطه، ما في موافقه، ما في شيء بتجز يعمل محطه تكرير امام خمس ست بنايات بحي لحاله موجود باخر الضيعه، وما اجى حتى اخذ الاذن وقالنا انا بدي اعمل محطه تكرير. يعني نحن مين، يعني احنا مين بيشيل لنا حقنا؟ يعني نحن عم ينزلوا من البلديه ساعه بيشيلوا النربيش بحطوه بخزان ثاني، مع عالم ما عندها يعني ما عندها هيدي الاكسبيرينس لتقدر تشتغل. يعني هلا حاليا يعني عم بيسوق الوضع من اكثر لاكثر، وبمنطقه سكنيه بحي سكني سكنيه وفيها اطفال وفيها عيال بتتعاطى اكسجين كل نهار، يعني كل شيء مسبقينه. وهلا عم نعمل عريضه بالاتفاق مع كلهم، نرجع نقدم عريضه نناشد فيها وزير البيئه، وزير الصحه، وزير الداخليه، اذا وزير الطاقه والمياه، لانه قضيه الكابينة قضيه كمان وزير الطاقه. يعني نحن ما بقى عندنا حل الا نطلع معكم، لانه لا عم يتجاوب ولا عم يرد علينا ولا عم ينزل يشوف هيدي المشكله، ونحن ما بقى بنقبل انها تضل موجوده، نحن بدنا نشيلها باسرع وقت. إذا ما حيشيلها نحن حنروح نشيلها بالوسائل الممكنة لتنشاف، ممنوع بقى تضل. خصوصاً إنه ما عم تعطي الغاية يلي وجدت. ما هي أوريدي معطلة، ما هي أوريدي معطلة. على كل حال نحن رح نتواصل مع رئيس البلدية لنشوف ليه التأخير بمعالجتها، لأنه 2018 لليوم يعني عمر منيح يعني اللي بقيته هالقد سنين يعني متحملين. حتى نحن ما عم نطالب بشيء وما عندنا مشكله شخصيه مع اي حدا. لا هيدا حق، نحن بدنا يعني صحتنا تكون صحه سليمه جيده لاولادنا ولاهلنا. هيدا يعني حق، نحن ما قادرين حتى نتبهدل قدام باب مستشفى اذا لقطنا فيروس. هيدا حق لكم على كل حال، يعني موضوع هيدي سلامه عامه وهيدي ضروره، يعني البلديه سلطه محليه اللي هي بدها تحافظ على سلامه الناس وعلى راحتهم بالمناطق يلي هن منتخبين من اجلها. يعني خلينا نكون صريحين، نحن رح نتابعها اكيد، اولا مع البلديه لنشوف ليه وصلوا لهون، اثنين حتى اكيد تتعالج باقرب وقت ممكن. اهلا وسهلا فيك، خصوصا انه كمان من هاليومين كثير عم يجيني اتصالات على طريق العطشاني، كمان قضية كمان هالطريق يعني الاوتوستراد يلي انفتح ويلي ما بده الا كم كميون زفت، وبتفتح الطريق امام كل الناس خصوصا يلي بيقصدوا الجبل، وبتخفف كثير من السير، يعني كمان من الضغط السير. كمان يعني بدي اسال هون وين نواب المتن؟ ما عم بعرف انه طريق اندفع عليها اوتوستراد بيت مسك يعني وصولا مرورا بالعطشاني عين علق اللي بياخد طريق بكفية الرئيسية، ما بعرف اليوم يعني مشان كم كميون زفت بعده هالأوتوستراد اللي كلف ملايين، وقديش الناس تحملت
واوتوكارات مدارس وقدي يعني اخذت من الوقت ومن الجهد انه الناس اليوم ما في عليها سلامه عامه، وبالتالي ما بتنفتح امام الناس وكل شيء ناقص كم كميون زفت. فانا بدي ناشد كل نواب المتن يعني يتفضلوا اقله واقله ويمشوا هالاوتوستراد، لا ما بقى بده شيء. كمان اتصال جديد. الو 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 الو، ما في حدا على الخط يعني ما انا بعمل. انا بلا ايه تفضلي عم بقول لك. ايه الو تفضلي مدام. عم بحكي يا قلبي. لا مش عم تحكي، انا اللي عم بحكي. ايه طيب الو تفضلي مدام. اوكي عم تسمعيني؟ ايه سمعتك. ايه شو عندك تفضلي؟ عندي شكوى. نعم تفضلي شو هي؟ بدي انا بساكنه بالتكويني. نعم امبارح اجينا بدهم بلديه، انا كنت ادفع 90,000 بالسنه. نعم بدهم 10 ملايين. بدي اعرض هالزوده، ما في قرار دولي على اي اساس زادوا هالقد 10 ملايين على 90,000؟ غير مطارح قالوا لي غير بلديه زادين 4 او 5% او 7%. طيب كيف هيدا؟ عشان السنة طيب ياخد فوق المية يعني من 90,000 للعشر ملايين. بعدين أنا عندي محل. نعم. صدقيني إذا بيع بالنهار بيع بمليون ونص، انكترت مليونين محل صغير. بعدين بدي شلوا العشر ملايين ليرة أنا تدفع للبلدية. بعدين المنطقة الوحيدة التكويني تاك ناسي مثل العالم. ده الماتور أغلب البنايات انسرقوا، موتورات المي ما في مين يسأل. عشو عشو بدنا ندفع هالمبلغ؟ ما بعرف. وبقول لك ما في استثناء. طيب كل بلدية اخد شيء، انا سألت قالوا لي شيء اخدين 4% 5% زيادة. يا اختي 10% بس 100% وفوق المية اذا 90,000 بده 10 ملايين. ما انا بدي اقول لك شيء انه ايه مثل ما عم بتقولي ما صدر شيء عن وزارة الداخلية تقول ما هيدي اياها. بس ولكن من سنتين لثلاثه لورا في بلديات يعني مجالس بلديه اخذت قرار، لانه اليوم صار في كثير اعباء على البلديات، والمكلف هي الطريقه الوحيده اضافه الى الصندوق البلدي المستقل وردات اكيد يلي بتطلع للبلديات من التليفون او من الكهرباء. للاسف الدوله عم تتاخر انها تدفعهم، واليوم مع ضروره دفع المساعدة الاجتماعية والتأمين للموظفين صارت كلها أعباء إضافية على البلديات، مما اضطر رؤساء البلديات المجالس البلدية إنها ترجع تعيد النظر بالتخمين وتعيد النظر بالتعرفة حتى تلائم المتطلبات يلي أبسط متطلبات يلي معظمها بروح رواتب موظفين وشرطة وهيدي الأمور يلي اليوم انزادت كمان على البلديات بموضوع النفايات وغيره. هيدا هو الموضوع. هلا اكيد بدك تقولي لي مش 100%، ايه اكيد، لانه يعني المواطن اللبناني اليوم كمان صار تحت خط الفقر، واكيد ما حدا انزد له 100% على شيء. يعني انا كنت بتمنى على بلديه الدكواني انها تعيد النظر بموضوع ال 100% واخذ بعين الاعتبار واقع الناس. هلا انا عم بحكي من عند لانه انا عضو بلديه وبعرف شو معناتها ليش البلديات زادت 400 أو 5% أو 6%، ولكن إن شاء الله بيكون عنا اتصال برئيس بلد كوين يمكن هو بيقدر يبرر أكثر حيثيات هذا القرار، وبالتالي لا 100%. كمان اتصال. ألو 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 ألو، أو ما عم يسمعون لأنه أنا في حدا على الخط بس يمكن مش عم يسمعوني. الو ايه تفضلي مدام. بونجور مدام ربيكا. بونجور مسيو تفضل. ايه معك مدام مش مشكله. اهلا مدام. نحن سكان الشافيه طلعت سياره درك اوتيل الكساندر بهالقطعه هيدي. نعم. الشجر عم بفوت على الشبابيك وعلى البواب وعلى البلكونات عنا، ما فينا نفتح، ما فينا نطل، ما فينا نظهر. بعدين الأمن الداخلي درك حاطين كاميرات المراقبة، الكاميرات كلها مغطية بالشجر. طب إنه معلش البلدية إنه لا عم تكنس طرقات ولا عم تشيل زبالة ولا عم تقص شجر
وشو واحد بده يدفع بلديا وانا ما عم بفهم بهالغلا اللي غلوه يعني. قدمت طلب للبلديه بقص الشجر بتشحيلها بتشحيلها؟ ما كل سنه بدي اقعد تلفن ضل شهرين تلفن وما بيردوا بيصيروا يحولوني من واحد لواحد لواحد لواحد. طيب نحن رح نشوف مع يعني البلديه مصلحه الحدائق. يعني اذا بشوف الشجر زيت لعنا على الشبيك على البرغش والفيران والبصينات اللي طلعوا عليهم. طب انه بنكلش من كل النواحي بدنا نكون مضروبين بهالبلد السوري يعني. اوكي بعرف انه عم نعذبك بس لا اهلا وسهلا. يعني انا مش من زمان التقيت بسعاد المحافظ وسالته صراحه عن رش لانه اقترح كيوني بموضوع الرش. قال لي بلشنا هلا بموضوع قص الشجر وهيك بدنا نشوف كمان قضيه هي مش قصة بقدر ما هو تشحيلها وترتيبها لانه اكيد يعني بتشكل خطر على البواب والازاز ويدخل على البنايات اكيد ناس بتفتح شبابيكها بنهايه المطاف. نحن رح نوصل الخبر اكيد لمصلحه الحدائق ببلديه بيروت والاشغال. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال فاصل ومنتابع. منتابع الحال عنا عبر الـ MTV وبنتقل إلى بيت الشعار الحضيرة يلي عم بتعاني من أزمة مي. فكيف إذا كان الأسطل مكسور والمي قدام الناس رايحة على الطرقات وبالبيوت ما في مي؟ مطرح ما عم نشوف هيدا بشارع بحي سيدة المغارة بين مبنى رقم 28 و29 وبوجه بير المي، يعني لهم أكثر من 12 يوم ما عندهم مي، هالأسطل مكسور ولما بيتواصلوا مع شركة المي بيقولوا لهم ما في عنا صيانة. نحن لما استضفنا الأسبوع الماضي مدير عام مؤسسة مياه بيت جبل لبنان قالنا أنه المتعهدين رح يعاودوا العمل خلال هذا الأسبوع لأنه نحن كنا عم نحكي في كتير ترويح في كتير أعطال وهيدي بدها متعهدين. كان يوم جوابه الأستاذ جبران أنه ما فيهم يدفعوا بالدولار لأنه دولة تدفع بالليرة اللبنانية لأنه في مبالغ وعم تنحل المشكلة مع المتعهدين ووعد أنه على أساس هذا الأسبوع بتنحل. فمنتمنى أنه بيت الشعار الحضيرة من بين كمان الأماكن يلي إن كانت المنصورية ولا سهيلة المطرح ما فيه ترويح كتير للماي وهالماي رايحة هدر على الطريق تكون في أولويات. إنسى جورة انسى جورة طبعا المطلوب دايما، يعني مشكورة الـ MTV واليو ان دي بي يلي مستمرة بصيانة الجور على كامل الأراضي اللبنانية. فمحطتهم كانت في جديدة غزير وعم نشوف الشغل يلي عم بيصير على هذا الطريق ويعطيهم ألف عافية. بالوقت يلي نحن وين ما عم نلتقى بناس أو بيتواصلوا معنا بيقولوا أي متى دورنا، قد ما في جوار وحفر على الطرقات الحقيقة وكلهم بيسألوا شو الطريقة. بقول لهم تواصلوا معنا وإن شاء الله بتقدر الـ MTV واليو ان دي بي بهذا المشروع إن تلبي كل التسكير كل الجوال بطريقة فنية بشروط مرتبة حتى تحمي الناس، لأنه السلامة المرورية هي أولوية من أولويات السلام العامي يلي كلنا حريصين عليها خصوصا بهالايام الصعبه، وخصوصا انه اليوم يعني العين بصيره واليد قصيره عند الدوله. فما بعرف مين عم يحمل هم الناس، اذا القطاع الخاص او اذا الادارات المعنيه هي بشؤون الناس. يعني نحن بدنا الدوله ترجع تاخذ زمام الامور لانه هيدي دولتنا وهيدي طبعا هي اللي بدها تكون مؤتمنه على تأمين راحة الناس خصوصا على الطرقات. وهون أنا بدعي كل الناس الانتباه دايما خصوصا بالليل لأنه ما في إضاءة مريت وإنارة عم بتسبب كتير حوادث بعد الحفر يلي واحد ما بيشوفها. وبالتالي يعني كل الجهود اللي كانت انوضع وكل الوعي يلي عم ينحط هيدا كله ما بدنا إياه يروح دعان، ما بدنا نخسر لا أصدقاء ولا أحبة ولا أهل بحوادث سير. الملفت انه من يومين ادي هنينا الجيش اللبناني وخصوصا مخابرات الجيش بموضوع
طبعا تسليم السعودي اللي كان مخطوف، وهيدا دليل انه لما بتتضافر جهوز كل الاجهزه الامنيه بالبلد دائما بنلاقي نتيجه وبنحس بالامان. وهيدا يلي كمان بدنا نهني فيه شعبه العلاقات العامه في قوى الامن الداخلي، يلي بالصور اليوم يعني شعبة العلاقات يلي أشارت إلى أنه فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية السرية درك مطار رفيق الحريري، الدولة تسلمت من إحدى دوريات فصيلة تفتيش المطار أحد اللبنانيين اللي بحوزته كان 1.5 كيلو من مادة الحشيشة الكيف، لو تشوفوا مخبأة بطريقة احترافية بحذائه بالحذاء، فضبطت أثناء تفتيشه على نقطة التفتيش الوسطية بالمطار لدى مغادرته الأراضي اللبنانية إلى إحدى الدول العربية. والظاهر أنه اشترى هالكمية المذكورة من البقاع، وأحد التجار أرشده لشخص مجهول الهوية كان تعرف عليه عن طريق الصدفة بالمشرفية، واعترف بتعاطي حشيشة الكيف وأنكر ترويجها أو بيع مخدرات، علما أنه كان أوقف سابقا بالجرم ذاته وبالطريقة نفسها وفق قوى الأمن، وهو مواليد سنة 57 يعني منه شاب. طبعا اليوم أجري المقتضى القانوني بحقه وأودعت المضبوطات المرجع المعني إشارة بناء لإشارة القضاء المختص. نحن لما بنحكي حتى نشد على إيد القوى الأمنية وحتى ننبه كمان لمروجي المخدرات ولا كمان يلي بيتعاطوا الدي، يعني عم يأذوا حالهم، عم يستوا مجتمعهم واسم لبنان. صورة اليوم نشوفها سوا. بما أنه حكينا عن الجوار فكمان على صفحة فيسبوك الحل عنا بيعطينا من جديد صور عن كمان حفر بدأ يمكن إنسى جورة، فنحن حبينا نحط هالحفر هيدي على الطرقات، أول شيء لحس المراجع المعنية، وثانيا إذا كانوا طالبين من إنسى جورة أن هي تتولى أكيد بدنا نوجه كتاب للمؤسسة لليوندبي والMTV حتى تكون من ضمن أكيد الطرقات يلي رح يمروا عليها ورح ننسى الجورة ونمشي بسلام وأمان. أنا بدي بعدنا عم نشوف الصور، بدي أعطيكم موعد بكرة دايما مع الMTV الحل عنا، وأكيد بدي أذكر دايما يلي عنده فيكم تواصل معنا مباشرة على الخط على الهواء، وفيكم كمان عبر فيسبوك الحل عنا، وبالتالي على الميل كمان البرنامج. وبدي اعتذر من كل الناس اللي مرات بتتواصل على الخط الخاص ومنلحق انه نحكيها، بدي اقول لكم انه احنا يوميا من الساعة 9 للساعة 12 على 444-444 الحل عنا بنقدر نسمع كل اتصالاتكم الشكاوى وطلب مساعدة. الى اللقاء بكرة مع اطيب الامنيات لتمضية بعد ظهر ممتع بلبنان.